افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أعمال المؤتمر الدولي الابتكار المفتوح والتحول الرقمي والذي تعقده جامعة الخليج العربية. ويشارك في المؤتمر نخبة من خبراء الابتكار والممارسين والأكاديميين والمبتكرين. الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي بات مشهدا واضحا دوليا وعربيا نحو التطور والنماء اقتصاديا واجتماعيا، ولطالما خطت مملكة البحرين خطوات رائدة نحو وضع رؤية ثاقبة لتحسين العمليات والتطبيقات القائمة على التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا. وفي هذا الإطار عقدت جامعة الخليج العربي المؤتمر الدولي بعنوان الابتكار المفتوح والتحول الرقمي. يقام طبعا هذا المؤتمر بتنظيم من جامعة الخليج العربي بالشراكة مع عدد من المؤسسات في القطاع الخاص والقطاع الحكومي في مملكة البحرين، طبعا في مقدمتهم صندوق العمل تمكين، وطبعا يهدف إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات في مجال تقنية المعلومات والتحول الرقمي والابتكار، ويستقطب في الواقع عدد من المتحدثين الدوليين الذين سيقدمون طبعا باكورة عمل متكامل من أبحاثهم للمشاركين. وهذا المؤتمر طبعا يعتبر جزء من خطة جامعة الخليج العربي في إقامة الفعاليات والمنتديات العلمية التي تزود المهتمين والباحثين في هذا المجال بآخر ما توصلت إليه طبعا الأبحاث الحديثة في هذا المجال، ونسأل الله إن شاء الله التوفيق للجميع. أهمية المؤتمر حقيقة تبرز في أهمية المتحدثين في هذا المؤتمر، وهم حقيقة متحدثين عالميين وأقليميين ومحليين. أيضا تبرز أهمية المؤتمر في مجموعة الأوراق والأبحاث العلمية التي ستقدم، وبإذن الله سيكون لها الأثر النوعي على موضوع المؤتمر. يتميز الربط بين الابتكار والتحول الرقمي بتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة لتطوير حلول جديدة وتحسين العمليات القائمة، كما يساهم التحول الرقمي أيضا في تسريع وتعزيز عملية الابتكار من خلال توفير المنصة والإمكانات اللازمة وتقليل التكاليف وتوفير وقت أكثر للابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة. سيكون هناك في العديد من الجلسات اللي تنظر الى 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 دور الابتكار في يعني تحسين ادائنا وزياده الانتاجيه مالتنا. المنطقه هي منطقه نابضه فيها عدد كبير من الشباب متعلم، في عندنا رؤيه واضحه من اصحاب الجلاله والسمو نحو التحول الرقمي، ويعني هذا بدا من زمان واحنا الان نساهم به يعني كجامعة في هذا المجال. خاصة أن أنا بالتأكيد يعني أستاذة في جامعة البحرين، ورسالة الدكتوراه عندي كانت عن أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأداء الابتكاري للعاملين في قطاع الإعلام في مملكة البحرين، فربط بين الإعلام والابتكار. ولا يخفى عن الجميع أن الابتكار يحمل في طياته علوم التقنية والاتصال والتواصل الاجتماعي والإعلان وعدد لا بأس به وكبير جدا من العلوم. لذلك أعتقد أن هذا المؤتمر هو إضافة حقيقية للمؤتمرات في مملكة البحرين والمكتبة العلمية في مملكة البحرين. الابتكار المدعوم بالتحول الرقمي بإمكانه أن يحقق تغييرات اجتماعية هائلة في مجالات متعددة مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل والطاقة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية القوى العاملة الماهرة للوظائف المستقبلية. استكشاف آفاق جديدة في استخدام التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي بات حاجة ملحة، باعتبار أن الابتكار والتحول الرقمي من أهم أدوات العصر الحديث التي تعزز التقدم والتطور في جميع المجالات العلمية والعملية. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.